ده حابب ألعي أسرة الصحافة والإعلام المصري كله في وفاة الأستاذ الكبير الإعلامي المحاور العظيم الأستاذ مفيد فوزي، الراجل اللي أبدع في شغلانته، واحد من أساتذة هذه المهنة ومن أكتر الناس اللي شهروا الشغلانة دي. حديث المدينة محدش يقدر ينسى حديث المدينة والاستاذ الراحل الاستاذ مفيد فوزي، بننعي اسرته طبعا. هو كمان كان ضيفنا في قناه الزمالك منذ فتره، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويصبر كل الناس اللي بيحبوه في مصر كلها وفي ارجاء الوطن العربي كله.